السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. اليوم الرابع من الرحلة. انطلقنا من وادي فاطمة ووصلنا لوادي الفج. هذا الوادي هذا وصلنا له قطعنا ما يقارب 19 كيلومتر ونص، لأننا كان جبريل عنده مشكل في رجله فما قدرناش أننا نمشيو مسافة طويلة. وفي الطريق عشنا في الطريق مرينا على الأشرف اللي استقبلوا لنا الناس فيها تما وعرضوا علينا وشربنا اتاي وقهوينا القهوه العربيه وجلسنا معاهم واصروا علينا باش نجلسوا معاهم وجلسنا مده طويله وقالوا لنا تبات معانا، ولكن احنا ما قدرناش نبات معاهم لاننا عندنا هدف اللي هو المدينه المنوره. والحمد لله وقدرنا اننا نجيو بالليل الوادي الفج. والمشكله اللي وقعنا فيها هو اننا كنا شفنا واحد الضو كبير وقلنا هذا غيكون بيت. لما مشينا هناك وجدناه مجرد شركه مع منجم او مصنع، وفي الاخير رجعنا وبدينا نبحث ثاني مره ثانيه على مكان نخيم فيه. وكما كتشوفوا الوادي هو وادي مفتوح والرياح كانت قويه جدا وما كاين شي مكان اللي غادي يصد الرياح، فاضطرينا نوقفوا. وانا نزلت الشنطه تاعي ومشيت بجريه واحده توصلت لهاد الخيمه هذه لانني كنت شفت فيها الضو، وجيت ولقيت صاحبها وتكلمنا معاه وقال لنا مرحبا بكم. وفعلا مشيت جبت اصدقائي من ذاك المكان ما يقارب 2 كيلومتر وجبتهم هنايا. لما جينا لقينا العشاء موجود، مشى جاب لنا العشاء مسكين الله يكثر خيره، وهذا كرم العرب. الحمد لله العرب عندهم واحد الكرم كبير، وخصوصا الشعب السعودي وخصوصا البدو صراحة ما شاء الله. طريقة كيفاش كيتعاملوا مع الضيف طريقة محترمة صراحة ما شاء الله، هذا اللي غادي نقول. وجينا ولولا هذه الخيمة هذه كنا غادي نعانيو الأمر، لأن يعني الريح قوي 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 جدا، حتى أنني وأنا كنت بيت هنا لداخل الباب تاع الخيمة تفتح مرتين أو ثلاث مرات واضطريت أنني نستيقظ باش أنغلق الباب. والمكان يعني في رياح، كل مرة تجي الرياح. الآن الرياح هي جاية من خلفي من جهة الشرق شروق الشمس، والبارح كانت بالعكس كانت من الجنوب. يلا ندخلكم تشوفوا ايش نو كاين في الخيمة. Good morning محمد. Good morning. What do you feel? I feel very good. You feel okay? الحمد لله. And Jibril? الحمد لله I feel good. Your feet? It's dry now. It's dry? جبريل هو اللي كان عنده مشكل في رجله، لكن ان شاء الله اليوم غادي يكمل معنا ان شاء الله. وحتى انا راه بدات في رجلي اليمنى يعني اماكن صغيره بدات تكون فيها المياه، لكن عالجتها اليوم الصباح وان شاء الله نكملوا الرحله. يلا نخليكم اصدقائي الاعزاء، ما تنساوش مغربي على الطريق في اليوتيوب ساعدونا، وهذا الفيديو هذا هو مجرد خلاصه بسيطه يوميه، ومازال ملي غادي نكملوا الرحله ان شاء الله غادي ننزلوا فيديو طويل وتكون فيه تفاصيل الرحله كلها. علاش؟ لاننا ما تنقدرش نشعل البيسي بورتابل او اللابتوب باش نعدل الفيديوهات، لاننا كنوصلوا عيانين تعبانين ما كاينش الوقت، كنبغي غير ناكل نعس نستراح ما نقدرش نعمل شيء اي شيء ثاني. يلا عذرونا اصدقائي الاعزاء، لو عندكم افكار لو عندكم قصص تحت الهجره ارسلوهم لينا في كومنت وغادي نحكيوهم وندوزوهم في لاشين ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، باي باي.